السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في قناة حلويات صفاء. كنتمنى دائما تكونوا بألف خير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم الكيكه اللي عمرها ما كتخطاني وعمرها ما كتحشمني وعمرها خيباتني مع ضيوفي. كيكه اللي كتجينا شاهقه عاليه ضخمه تبارك الله ما شاء الله، كتجي من اروع ما يكون، اسفنجيه كتذوب في الفم، وبمكونات جدا بسيطه متوفره في اي بيت. فنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله، بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجوا اول حاجه 6 ديال البيضات يكونوا متوسطين حجم درجه حراره المطبخ. غادي نضيف عليهم قبصه من الملح او رشه ملح، وبواسطه الخلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي غادي نبدا كنطرب البيض ديالي حتى كيولي هكا، حتى كيدير الرغوه. من بعد كنبدا باضافه السكر، عندي تقريبا هنايا كأسين من السكر على حسب نتوما الحلاوه اللي كتعجبكم. فانا ضفت 2 كيسان من السكر، ممكن نتوما مثلا تضيفوا فقط كاس ونصف اللي ما كتعجبوش الحلاوه صافي. وغادي نخلط جيدا، غنبقى كنطرب هذا البيض هذا حتى كيضاعف الحجم ديالو وكيرجع لي اللون ديالو ابيض شيئا ما، كيكون اللون ديالو فاتح كيف ما كتلاحظوا صافي. من بعد غادي نضيف ملعقة صغيرة من سائل الفانيلا، ممكن كذلك تعوضوها بسكر فانيلا، ممكن تستعملوا كيسين من سكر فانيلا أو 2 صاشيات. وغادي نضيف كذلك كأس من الزيت النباتية، وغادي نرجع نخلط غير شوية فقط، غير يندمجوا لي داك العناصر مع بعضياتهم. ثم غادي نضيف كأس من الحليب ورجع نخلط من جديد. وعلى فكرة يعني لا بغيتوا تنجح لكم هذه الوصفة، ودائما في أي كيك من الأحسن يكونوا جميع المكونات بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونوش باردين في الثلاجة، هذه فقط نصيحة. من بعد غادي نضيف هنايا عندي كيس ونصف من الخميرة الكيماوية أو البيكنج باودر، يعني الوزن كامل ديال الخميرة اللي أنا استعملت هو 21 غرام. وغادي نبدأ بإضافة الدقيق، والدقيق غادي نحتاج 4 ديال الكيسان، كل كاس من دقيق كيهز لي 100 غرام من الدقيق الابيض، يعني كل كاس كيساوي 100 غرام من الدقيق الابيض الفورس، يكون نوعيه جيده ديال الحلويات صافي. كنبدا نضيف الدقيق هكا بشويه بشويه، انا ضفته هنايا على دفعتين، وغادي نبدا كنطرب، ما نطربش كثر من القياس اولا كثر من اللازم، فقط نشوف بان داك الدقيق صافي راه تخلط لي مع باقي المكونات صافي. كنزول الباتور وكناخذ سباتولا هي باش كنتاكد بان جميع المكونات اندمجت عندي، وحصلنا على عجينه اللي كتكون كريميه لامعه وكتبان شهيه صراحه. وهنايا الا بغيتوا الكيكه ديالكم تجيكم مخططه من الداخل اولا كمزينه شويه، فانا غادي ناخذ واحد شويه ديال من هذا العجين هذا، غير قليل فقط، وغادي نضيف عليه تقريبا واحد الملعقه من الكاكاو المر اللي كيكون خاص بالحلويات، وغادي نخلط جيدا داك العجينه ديالي مع الكاكاو حتى كيتخلطوا لي مزيان صافي. في هذه الاثناء انا راني وجدت المول ديالي اللي خديته ورشيته بالزيت، يعني انا عندي داك البخاخ ديال الزيت، ممكن نتوما يا اما تدهنوه بالزيت او الزبده من بعد ترشوه بالدقيق. وفرشت له القاعده ديالو بالبابي سولفوغيزي باش هكا نتفادى من الالتصاق، ولكن ما كانش عندكم بابي سولفوغيزي تكتفيوا فقط بانكم تدهنوه بالزبده وترشوه بالدقيق، اولا تدهنوه بالزيت وترشوه بالدقيق وصافي. كنبدا كنكب العجينه ديالي، كبيت داك العجينه النصف ديالها فقط من العجينه البيضاء هي الاولى، من بعد العجينه اللي عندي بالكاكاو، وداك الشيء اللي تبقى لي من العجينه كذلك البيضاء. على فكره القطر ديال المول اللي استعملت هو 25 على 10 سنتيم في العلو ديالو، يعني 25 سنتيم في العرض على 10 سنتيم في العلو صافي. وغادي ندخل الان الكيكه ديالي الفران اللي سخنته من قبل على درجه حراره 175 درجه، وغادي نخليوها ما بين 45 حتى 55 دقيقه. ودائما ملي كنخرجوا الكيكه ديالنا من الفران جربوها بشي عود اولا بشي موس اولا باي حاجه عندكم، كتجربوا بانها راها طابت لنا، خرجنا داك العود هكا ناشف يعني بان صافي راه طابت، تخرج بان مازال فيها كشويه ديال العجينه، فترجعوها للفران تكمل طيابها فصافي. انا خليت الكيكه ديالي كترتاح في المول ديالها تقريبا واحد 7 ديال الدقائق، من بعد غادي نقلبها فوق واحد الشبكه باش تكمل يعني التبريد ديالها، باش يعني باش هكا صافي تبرد لنا على خاطرها.
وغادي نزولها بطبيعه الحال داك البابي سلفوريزي. هنايا صراحه انا تحمرت شويه على حقاش نورمالمون تنخليها ما بين 45 دقيقه حتى 50 دقيقه، هذه المره خليتها 55 دقيقه، فبالزربه دغيا هكا تحمرات بزايد من التحت. فصافي كيف قلت لكم تنخلي الكيكه ديالي حتى كتبرد تماما، من بعد عاد كنقطعها، وصراحه كتجي غزاله بزاف، كتجي هشيشه ورائعه، كتذوب البنات في الفم، والله تجي روعه. كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش كالعاده الى عجبكم الفيديو ديال هذا النهار وعجبتكم الوصفه تخليوا لي لايك، تشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، وما تنساونيش بتعليقاتكم الزوينه بطبيعه الحال اللي كتشجعني وتفرحني. كنتمنى لكم اوقات طيبه وممتعه، وشكرا لكم بزاف 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 على تشجيعاتكم المستمره وعلى كذلك المتابعه ديالكم اللي خطيكم عليا. تهلاو لي فراسكم بزاف، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.